الميت شخص هن أبرز نجوم الغناء العرب، أما الشخص اللي رح نسأله عن هالميت شخص فهو صاحب الكلمة الفصل بعالم الموسيقى الشرقية اليوم وأحد أبرز صانعي الأغنية العربية الحديثة. هو الشخصية الأكثر إثارة للجدل على الساحة الفنية، إله توجه الشتائم ولسمو الأمير الوليد توجه كلمات الشكر. تردد أن مديرا جديدا سيعين مكان سالم الهندي بعدما فشل هذا الأخير مع فريقه في إدارة قسم المناسبات وإدارة روتانا ككل. هل سالم الهندي باق أم مغادر روتانا على السنة الجديدة؟ لو سالم الهندي ما كان باقي ما كنت معك اليوم في البرنامج. أكيد ما أجي البرنامج أنا أودع المشاهدين وأودع روتانا. طبيعة الحال إن شاء الله في أول العام حتشوفوا يعني السيستم الجديد للشركة. شو هو هذا السيستم الجديد؟ أمانة يعني هو طبعا في كثير كلام صار في الصحف إنه في حيحصل اندماج مع شركة نيوز كورب، انكتب كثير في الصحف. فجأة روبرت ميردوخ صار اسم مثل حيالله اسم بالعالم العربي، يمكن صار مشهور بالعالم العربي أكثر من أستراليا. 2009 كانت سيئة على العالم كله، مش عارف أنا. بس الحمد لله يعني الصعب عدى. فالحين الحمد لله كانت تصفها سنة سيئة. أكيد سنة سيئة كانت. إذا اليوم العقد موقع مع أي فنان هو مبلغ بالنسبة لنا يعتبر عالي في الوضع الحالي، يا نتفاوض على تخفيض السعر يا أن نغرر من عدم تجديد العقد. نعم، اليوم كم شخص كم فنان هنالك في روتانا؟ يعني أنا يعني يمكن أول مرة أقول الرقم هذا، يمكن حيكون 65 فنان. هل من تغيير بسياسة حصرية الأغاني المصورة الخاصة بروتانا؟ ما عاد في حصرية، كل الأغاني حتوزع على جميع المحطات التلفزيونية ما فيها المحطات الموسيقية. يعني فينا نقول انه هلا بطل في مشكله مع الفنان راغب علامه؟ يعني اذا كان هو مشكلته مع الحصريه؟ لا، ما كانت مشكله حصريه. شو كانت؟ لانه ما اتفقنا. عشو؟ في بنود طبعا اليوم كمان غير الحصريه، اليوم في كمان العقد لا قيمه. لما تجي انت بدك تبالغ بالسعر، تبالغ بالقيمه اللي حطيتها، اكيد ما حتتفق. نعم، نفسي احبك. يعني البوم اقدر اسميه جيد جدا. أحلام ألبومات الممتازة. الجوهر. عباد الجوهر. عبد الشهر. ألبومات الجيد جدا. عبد المجيد عبد الله. ممتاز. عبد الله رويشد. ممتاز. فضل شاكر. بدي أحط ممتاز وسبع نجمات كمان. جورج وسوف الله كريم. أكيد جورج لو بينزل ألبوم بس يحكي فيه بينجح. ما شاء الله عليه. وبجيب مصاري. ما شاء الله عليه. حسين الجسمي. حسين الجسمي مؤخرا تو نزل ألبوم صار أسبوعين. ألبوم شيرين، ألبوم شيرين ما شاء الله كسر الدنيا. شيرين عبد الوهاب من الألبومات الناجحة. ألبوم عمرو دياب. نعم. طبعا ما حفظ مش الأغراب. 2009 عمرو دياب، أنا عم بحكي على 2009. 2009 نعم. جواد العلي. جواد العلي نزل أول 2009. حقق نجاح جيد جدا. كاظم الساهر. كاظم فنان كبير يعني. بس عم نحكي عن البوم يعني فيكم فنان يعني كبير بس يعني انه العالم فنان كبير وما شاء الله يعني لسه هاي هلا صارت هيك محسوبيه. خلينا نحكي بزنس. شوف مين اكثر شيء جاب لكم مصاري طالما هلا صار انه بدنا نشوف الدل مدخول لنعرف تماما ال 65 الموجودين بيجيبوا لنا مصاري. طيب كارول سار عم تحرجني يعني. طيب ساره. مين ساره؟ ما بعرف في 2009 بالكويت. لا ما كانت ناجحه. فلا كيف كان؟ ما كان ناجح. شو السبب؟ مع ان البوم خليجي عملناه وهي ما شاء الله غنت اغاني حلوه، مع الاسف ما نجح الالبوم. نوى الكويتيه. ناجح جدا. كم نجمه؟ 10 بدك. باسكال مش علاني. باسكال من الالبومات الجيده جدا. يعني ما بدي اقول والله غير ناجح ولا بدي اقول ناجح جدا، اعطيك من الناس اللي بتجيب الخمس ارقام على قولتك يعني. الخمسه يعني عندك فاضل شاكر، وصوف، نجوى، ليسا، صابر، كاظم، الفنان محمد عبدو، عبد المجيد، رابح صقر. طب اغلى البوم بال 2009 اكثر البوم كلفته عليه مصاري؟ عمرو دياب. اكبر شيء انجاز حققتوه بال 2009؟ أكبر إنجاز حققناه اللي هو توقيع العقد مع السسام، هذا مهم جدا. هذا طبعا حاليا جميع أغاني روتانا مسجلة دوليا وحافظة حق المؤلف، حق الملحن، حق الشركة.
اكيد فنانة وردة طبعا وقعنا معها في شهر فبراير الماضي اظن، يعني اكيد هذا انجاز كبير، انا اعتبره فنانة كبيرة بمكانة ست وردة. بس شوي ناسيينها يبدو بروتانا. لا شو وضع اليوم يعني ليه بعد ما شفناه؟ بالعكس في البوم بيتحضر وغريب حينزل. طيب هل مظبوط انه في كليب كانت عم بتصوره وقفتوه من بعد ازمة؟ لا لا مو صح، مو صح، لا مو صح. بمقابلة على دلتا روتانا مع الزميلة ميريا عيد. نعم. انه قريبا ملحم بركات في روتانا، ليه منه بروتانا اليوم؟ مع الاسف اختلفنا على شيء، على شيء بسيط يعني. على شو اختلفتوا؟ مع الماديات. طيب مين بينافسكم اليوم من الشركات الانتاج الاخرى؟ ما هو عم بينافسكم يعني مثلا يعني في 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 نمبر 1 تروح بعدين تقول نمبر 6. مين نمبر 6؟ انت سمي يعني مثلا ميلودي. انا اقول لك انه ما في حد ينافسنا الحمد لله. الم تخسر مثلا روتانا اصاله اليوم كقيمه فنيه كبيره بالعالم العربي؟ هلا احنا بنحكي كفن، الفن اكيد هي فنانه كبيره، بس ان روتانا حتخسر؟ لا اتصور هي حتخسر. حدا بيزعل اصاله يا استاذ سالم؟ وحدا بيزعل روتانا يا زفين. طيب هي مش زعلت، ما هي مش زعلت روتانا لنفهم روتانا مش زعلت على يعني السنة. هي يعني هي طلعت حكيت حكي بلا طعمه، يعني بتحكي بتحكي لمجرد انها تحكي. شركة طرب العالمية حسب مجلة نادين عرضت العالمية. وين العالمية هي شو؟ عرضت 100 مليون دولار لأصالة. اوف 100؟ يعطيني 100 ياخذ كل الفنانين اللي عندي. 100 مليون. طب انت قلت انه ما بتدفع 1000 دولار يعني كمان فيها هيك. وهي كمان قالت والله انا ما بمضي الا حتى اعطوني 100 مليون. طب اغلى كونترا بروتانا؟ اذا قلت لك رقم اغلى اغلى كونترا في ارقام، في اغلى اغلى كرقم؟ ايه مثلنا لمين؟ مثلنا مين؟ 2 مليون دولار. هل سينضم وائل كفوري الى روتانا او بعد المفاوضات يعني بمرحله شوف هي المحبة موجودة وإن شاء الله الأيام القادمة حيكون فيه اتفاق جدي مع وائل كفوري. الأيام القادمة يعني؟ الأيام القادمة عد على صالح. قبل العيد؟ إن شاء الله. قبل رأس السنة؟ إن شاء الله. نوال الزغبي. نعم. قلت لما انضمت إلى روتانا مكسب كبير وعندما غادرت لم تقل شيئا. شو سبب الخلاف مع نوال الزغبي؟ اللي حصل يمكن اختلفت مع اخ شربي عندنا في الشركه على موضوع اداره الاعمال، ودخلت انا اني احل هذا الاشكال وحليت الاشكال بالشكل اللي هي بيرضيها، ولكن اجت هي حاولت تفرض علينا اسم لاداره اعمالها، وهذا الشيء رفضناه احنا لان شركه كبيره بحجم روتانا صعب انه ينفرض عليها اسم اللي هو مدير اعمالها باسكال مانوس. هذه شراره، مساء الخير. انا سعيده. تفضل. مساء الخير. كيفك ابو فؤاد؟ هلا حبيبي، كيف الصحة؟ والله كتر خير الله، مبسوط بحديثك كثير ومبسوط بالحديث اللي بكبر القلب. الله يخليك، الله يخليك حبيبي. نحن اول شيء نشكر اهتمامك، ايامتنا مش عارفين نحن قيمتنا، والله نفكر قيمتي اكبر من هيك يا ابو فؤاد. على كل انا مش حابب صفي حساباتي على الهواء. نعم. بس حابب اقول شغلي يا ابو فؤاد. تفضل. انه نحن اولاد هالشركه ونحترم الشركه، بس وتطلع تحكي حضرتك وتقيم اشخاص هيك يعني ما كان قد ما كان حجم الفنان او صغره. أيه. بتمنى عليك يكون الموضوع موضوعي اكثر وينحكى بارقام، لو شو بتحكوا بالمطلق انه هيدا بيبيع وهيدا ما بيبيع. شي مره خليتونا نفوت على حساباتكم، واحد. اثنين، بتمنى عليك انه انا ابن هالشركه وهالمره بنت هالشركه، الاصول انه نحن يكون عندنا شركه انتاج ما ننتج مع روتانا، يعني انا كارول صقر او هادي شارع او حيالله فنان بروتانا، وانا بتحداك على الهوا هلا انه اقول لك انه ما في انسان بروتانا الا ما بيدفع زياده فوق الانتاج تبعكم ليكون مجتهد. وقت تحكي عن الاجتهاد بتمنى عليك يا ابو فؤاد تعرف مين مجتهد وما تكون محسوبيات. قبل عيد رمضان الكريم كان بفيرجن بيروت او فيرجن عالم عربي البوم كان وصل نمبر 2، بتيجي حدا تطلع على الهواء بتقول انه ما حقق نجاح. اي نجاح بتحكوا عنه خيي؟ نجاح المحسوبيات على الاشخاص اللي احنا مش معلمين نكون احنا هيك يا خيي؟ او لانه علاقتنا بعدين كارول صقر وليد بن طلال عايز كارول صقر تنتج معه كليب على الهواء، كليب شرح غيابك توقف من حضرتكم من انتاج روتانا وانتاج كارول صقر. عايب نطلع نحكي على الهواء ونقول هالحكي اللي مش مضبوط حتى لو كان بتهذيب يا ابو فؤاد. هم اساسا يعني شايفين انه والله هذه الشركه دائما انه في عداوات، في محسوبيات، دائما يعني ياخذ نظريه المؤامره. طيب طالما عندك نظرية المؤامرة يا أخي توكل على الله. قد ايه بكلف الألبوم؟
الألبوم يكلف من 100 ل 200 ألف دولار كإنتاج. 200 ألف لازم يكون الأرباح بالست أرقام. لا هذه على فكرة إنتاج. لا يعني أجر الصوت. فما عم نحكي يعني عن أجر الصوت. يكلف شيء نص مليون. يعني هذا إنتاج الموسيقى. عاد يتفاوت أجر الصوت من فنان آخر. آخر يعني سؤال، مين أكثر شيء بيوجع لك رأسك من نجوم روتانا؟ يعني سؤال محرج. شوف هو ما فيك تقول إن وجع رأس. فيك نعم. تقول حرص. ايه مين يعني يمكن اكثر فنانين حريصين يعني. مين اكثر شيء بيوجع لك فنانين حريصين تابعوا اعمالهم فنانين لبنان.